ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير وبسلامة. لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو انت مش مسجل في لاين بيت ببرومو كود ايهاب 11، برومو كود ظاهر قدامك على الشاشة اهو، سجل ببرومو كود ايهاب 11 عشان تاخد بونص 130% على اول ايداع، و100% يوم الجمعة السعيدة، و100% يوم الاثنين. طبعا انا كنت شاحن دلوقتي 500 جنيه، لسه شاحنهم دلوقتي حالا علشان ايه اقدمكم حساب جديد تم استلام مبلغ 500 جنيه. ده دليل برضه مصداقية علشان الاكونتات الفيك. اي حد يا جدعان بيلعب يلعب اكونتات، ما انت شوف الاكونت قبل اي حاجة. ايهاب هاملة بس البيانات عشان ايه؟ عشان لما اجي اسحب. واحنا بنملى البيانات كده عايزين نصلي على النبي في الكومنتات، وعايزين نعمل لايك على الفيديو. وايه تاني يا بوب؟ انا مش عارف اسم الاب ايه. حد عارف اسم ابويا يا جدعان؟ محمد. خلاص محمد ماشي. تاريخ الميلاد هنخليه 2000، مكان الولادة هنخليها اسكندرية أصلي منطقة. بص أنا وأنا كده كده بحب أهبتها، بس أنا عشان الدنيا أي حاجة اسكندرية. ونحط نوع الوثيقة، هنخليها أول حاجة اللي هي بطاقة أي دي، اللي هي بطاقة. رقم الوثيقة 14 رقم، أدي 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 رقم. تاريخ الإصدار ده التاريخ اللي جت منه البطاقة. اعملوا أي حاجة صدر من صرف اسكندرية. هي البيانات دي هتسحب معاك عادي. طيب يا جدعان، طبعا انا قلت اشارككم اللحظه الجميله دي. انا شحنت 500 جنيه ليه بقى؟ علشان ارمي على الكود ده، هرمي عليه 200. الكود ده انا لسه عامله دلوقتي حالا، فاحنا رمينا عليه 200 جنيه اهوت. الكود ده ماتشات كلها بكره، كلها بكرة يوم 9، كلها يوم 9 زي ما انت شايف، كلها يوم 9 اللي هو بكرة ان شاء الله. الكود ده لو عدى يا جدعان انا طالع مني 1000 جنيه، اعمل بمسابقة ليكم. لو انت عايز تاخد الاكواد دي برضو تراهن بيها معايا مفيش اي مشكلة، هتكلمني في الخاص، هتروح على قناة التليجرام، هتلاقي الرابط بتاع قناة التليجرام في الوصف، هتروح تنضم للتليجرام يا باشا عشان تاخد الاكواد. قشطة قشطة. فاحنا ايه شحنا 500 جنيه، هنلعب ب 300، وهنعمل ايه وراهننا 200 على الكود. انا مش فارق معايا لو خسرت ال 300 جنيه كده كده اصلا، فانا هحاول ان انا اوصلهم ل 500 تاني واسحبهم، يبقى انا كده ايه مش خسران اي حاجه. فانا هبدا بتمانيات كده نشوف الحظ ماشي عامل ازاي. هو الفلاين بيت يا مسهل الحال. حلو أوي الدور ده، أنا بحب أهبتها الصراحة. طيب كفاية عليك كده عشان أنت إيه، ولا أخطف منك الدور كويس. حلو الدور ده، أنا كنت عارف على فكرة، والله العظيم كنت عارف. بص هتصطادني أهو. لأ خدت دور حلو، أخد كمان دور. يا دي النيل، أنا كنت ماشي حلو، إيه اللي حصل؟ اهي حلو ده ماشي، اخده كمان دور. طماع هي الطماع ابن لذينة. حلو الدور ده ماشي، نخرج بقى من اللعبة دي كفاية عشان انا خفت منها الصراحة. هنلعب الكوباية. هنخليها على كورتين وهنبدأ حاجة كده مثلا ب 48 جنيه. طبعا لعبة الكوباية دي أنا بلعب على كوبايتين بس. حلو أوي، بقينا كام؟ بقينا 500. هنكمل هنكمل، أنا هخطف من كل لعبة دور وأخرج، هخطف من كل لعبة دور وهخرج.
طب مونديال مش عايز اتحمل ليه؟ طيب يلا يا مونديال. الصراحة أنا نفسي أدخل لعبة كريستال يا جماعة في لندن طبعا، بس المبلغ صغير أوي. لا أنا مش عايز أعمل تاخير فريق. أنا عايز أعمل تغيير الفلوس، عايز أحط 28 جنيه. خد دي خد دي خد دي. جت غلط وانا بلعب ضد مين اصلا؟ يوفنتوس. جت غلط برضو. طيب خلها 68 كده. جت برضو غلط. طيب اخر دور هتيجي غلط يا مسهل. هطلع الطلعة التالتة رب تيجي. جاتش. اخرج من اللعب. احاول ادخل كلير اعوض منها اي حاجة. ما دام انا طمعت على فكرة هخسر، عشان انا كل انا قلت ان انا هوصل 500 واقفل الفيديو وطمعت، فعشان كده انا عارف ان انا عارف ان انا مش هكسب. انا عارف والله. دور كويس اهو. هاخد كمان واحد بقى. ظبطت معانا. ماشي ننزل لتمام. احلى كلام، احلى مسا عليك، احلى مسا عليك يا حبيب قلبي. هات كمان دور بقى. ماشي حلو ده. هي كده بدأت تكسبنا. ماشي ده أول كارت خسارة. هخسر الدور ده كمان. هيخسرنا كمان دور برضو. ما خسرناش. هحط له 32 جنيه. هلعب ب 32 تاني. هنزل لـ8. كان معانا 450 يا شباب. هضاعف الدور ده 32. هاخد كمان كارت. حلو قوي. هاخد الدور ده بقى يا رب ما نقفل الـ500. قفلنا الـ500. 504. حلو قوي. عايزين ناخد لعبة تانية كده تكون حلوة. هنجرب دي 8. ماشي هنحط 32. حلو أوي. خدنا 64 جنيه. هنلعب كمان دور ناخد برضو نفس المكان. بقينا 560. هنلعب كمان دور وناخد مكان تاني. بقينا 592. هنزل لـ8 جنيه. بقينا 600 جنيه بالظبط. طيب يا شباب، أتمنى لو عجبك الفيديو تحط لايك على الفيديو، تشترك في القناة عشان توصلك الأكواد. أنا الفكرة من اللي أنا عملته ده مش إن أنا أخش أكسب 100 جنيه من 500 جنيه وأخرج، لأ أنا دخلت عملت كل لنفسي ورميت عليه 200 جنيه بس حطيت 500، رميت 200 ودخلت لعبت ألعاب جبت ال 200 اللي أنا رميت بيها الكود وهخرج كسبان وأنا حاطط على كود. يعني أنا كده راهنت الكود ببلاش، فأنا هخش أسحب دلوقتي 600 جنيه أهو، يعني اعتبر انا كسبان 300 جنيه من الحوار ده. هخش اسحب دلوقتي 600 جنيه. 600 ماشي. 13 10 8 4 8 شاء الطلب بنجاح. هنستنى طبعا ان الفلوس توصل وانا بحط لكم السكرين بتاع الفلوس. هحطه لكم كصورة على الفيديو، اول ما تخش كده تلاقيها في وشك. طيب يا شباب ما تنساش تحط لايك على الفيديو وتشترك في قناة اليوتيوب، علشان بصراحة انا نفسي اوصل 1000 مشترك علشان ابدأ انزل لكم المسابقات، لان انا بجد عايز اساعد الناس اللي بتخسر دي واعمل لكم مسابقات وافرحكم وابقى غير الناس اللي بتقول وما بتعملش. بس انا الصراحة مش شايف اي تقدير، ولا في ناس بتشترك في قناة اليوتيوب، ولا في ناس اصلا بتخش في تليجرام، ولا في ناس بتستفيد من الاكواد.
عيننا من النهارده وعملت شويه اكواد حلوين الصراحه بجد والله، يعني بسم الله ما شاء الله انا عملت كام كود كده اللي هو جامدين. يعني بص النهارده انا ما خسرش مني غير الكود ده الصراحه عشان ما اكدبش، لا الكود ده الكود ده ما خسرش انا كده. ايوه بص الكود ده عدى اهو، الكود ده عدى، الكود ده كان حلو قوي، قلت 3 جاب 15,000، والكود ده عدى وده عدى برضو، كل الاكواد الحمد لله يعني مضمونه وبتعدي. اتمنى ان انت تخش تشترك في جروب التليجرام، جروب التليجرام بتاعنا زي ما انت شايف قدامك اسمه شرح العاب اكواد ميجا بيري وانكس بيت، ومحطوط الصوره بتاعت لاين بيت وانكس بيت. واتمنى ان انت تحط لايك على الفيديو وتشترك في اليوتيوب وتفعل زر الجرس. السلام عليكم شباب، اشوفكم في فيديو جديد.